السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بالنظر الى المنافسة الشرسة والدعم الذي يلقيه، يعني نقولوا باللي وين كيسموها زويزف، يعني وين اصبحنا، قال لك اصبحنا كلي تامة، اصبحنا موالي الدار وحنا مكاش. زوج اجتماعات تاع الكاف دارت هنايا وحنا ماشي حاضرين، نورمال غايبين. على هذيك نقولوا بلي رئيس الفاب جاي زويزف يفقد الكثير من حظوظه، يعني راه عارف انا شو نهار اللي رشح، نهار اللي رشح يا ولدي قلت لكم راكي تبريكو. حنا نهضروا مع انا نقولها لكم ونعاود لكم، حنا نهضروا مع الاول. الا ما نهضرش مع الاول نمشي نلعب عندكم. كان على بالي كيما قالها لكم ذاك 106، قال لكم كان على بالي في نوفمبر، بغيت نقول باللي المغرب بداها. يا ودي حنا هضرنا في اوت وهضرنا في سبتمبر وهضرنا باللي راحت قدامنا الجزائر تحط الملف. يا ودي قلنا لكم ما تحطوش الملف، يا ودي ما تحطوش، يا يخرج عليكم 106 مي شافها باللي الصحه يهرب على بالكم كيما انا. كان على بالي انا باناتيني كي طوفاني، كان على بالك ما بغيتش تهضر تما تيني كي طوفانيك انت، كان على بالك قدام تيني كي طو وتيني خليت تيني كي طو هضرت على بالنا. هذه على بالنا باللي محرز راح اوفيسيال راح للبارسا، وعلى بالنا باللي بونجاح راح للبارسا، على بالنا على بالنا باللي الماتش تعاود، على بالنا باللي الفيفا دارت الناشد الجزائري يا وتعاود والماتش تعاود، على بالنا 106، على بالنا على بالنا على بالنا اش على بالنا. حنا بروحنا نقارعوا لك انت تقولنا على بالك 106، كوما كوما تقولناش نتايا حنا ما نعرفوش. مزيان جيت نتايا، والله والله مزيان ربي جابك نتايا، رانا نقارعوا لك تقولنا نتايا. تما الناس ما كانتش على بالها، هي تهدر انت باش الناس يكون على بالها. على بالنا على بالنا طاش على بالنا صوالح ولا يا ودي على بالك كيسموه مسيلمة الكذاب، جدكم الاول مسيلمة الكذاب جدكم، ما على بالك بلي كان كيسموها يا ربي، كان الى دعا على واحد يعني بال كيسموها يا ربي مسيلمة الكذاب، هذه على تنطبق على هذا 106. على بالك كان مسيلمة الكذاب رجل مشؤوم، إذ دعا لمريض مات، وإذ مسح على رأس طفل مرض، وإذ شرب من بئر جفة. مع ذلك كان صايب ناس مأمنينه، ورانا شو نتوما المثل تاعه. هذا ما كان مسيلمة الكذاب، على مسمينه مسيلمة الكذاب تاع اليوتيوب. يعني الحاجة اللي تهدر عليها النجاح مكاش، الحاجة اللي تهدر عليها مكاش. هدرت على بن ناصر جبتها مور بن ناصر حتى جبت لها الرقاد، قعدت تموت خبط علي قلت واي واي بالك بالك الرقاد انت وهذاك اللي خرج عينيه خزرة الضبع خزرة الضبع. وكشفت مصادر مقربة من اتحاد الجزائر لكرة القدم بأن رئيس الفاب جهيد بن زويزف فقد الكثير من حظوظه في ظفر بعضوية داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، ودخل رئيس الفاب جايد زويزه في سباق الترشح لنيل عضوية المكتب التنفيذي للكاف عن منطقة شمال إفريقيا إلى جانب رئيس الاتحاد الليبي عبد الحكيم سلماني. وكشفت مصادر ذاتها بأن حظوظ زويزف قد باتت منعدمة حتى من أجل نيل 10 أصوات على الأقل خلال أشغال جمعية العمل الانتخابات المنتظرة في البنين. يا ودي ما انتم من نقول لكم اخطيكم ما تروحوش تقدموا لديك الحاجة، تروحوا تعمدوا تروحوا تدخلوا تشوفوا كيفاش شيء صراكم. وأشارت مصادر ذاتها إلى أن الأمور تسير نحو فوز رئيس الاتحاد الليبي عبد الحكيم سلماني بهذا المنصب، خاصة في ظل المساندة القوية يعني التي يتلقاها من أعضاء المكتب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
يعني وتأزمت يعني وضعية رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاهد زويزر عن على الصعيدين المحلي والقاري، حيث لم يتمكن حتى من صنع علاقات قوية مع الهيئات الكروية الإفريقية، وشهدت منتخبات وطنية بكل فئاتها تراجع رهيب على مستوى النتائج، حيث ضيعت جلها بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم. ومن المقرر أن يتم انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية الجديدة للكاف يوم 13 جويلية المقبل خلال أشغال الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقررة يعني في عاصمة البنين. وكان العضو المكتب الفيدرالي السابق عمار بهلول قد فشل في 2019 في ظرف عضوية اللجنة التنفيذية. بصح هذه هنا شكون اللي تبقاو تعاودوا تتبعوا تسيبوا فيها جاي زاتشي وجاي تسيبو زاتشي جاي يمشي فيها، هذه هي تسيبو زاتشي جاي يمشي فيها، أنا نقول لكم تسيبو زاتشي جاي يمشي فيها، من زاتشي جاية تمشي، يعني ضربة تاع ود زميلي باشير ود زميلي، زيد زاتشي ما بغاش يترشح، وزيد فانيك عاود فانيك باش يزيد يترشح، يعني ما بغاش فانيك خلى التونسي قدام عشان فانيك، وهذه الخطرة يعني الناس كونت يعني كما نقولوا حنايا لوبي قوي، داروا لوبي قوي. انا على خطره قلت لفريد معطاوي، فريد معطاوي قال لازم نديروا لوبي مع مصاروه ومع التوانسه ومع جنوب افريقيا ونديروا تربح، ما كاش منها كاع. انا نقول لك اش غادي نقول لكم، يعني أن يتم انتخاب أعضاء المكتب أعضاء الهيئة التنفيذية الجديد يوم 13 جويلية المقبل خلال أشغال الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم مقررة في البنين. وكان عضو يعني كنا خسرنا مقبل ماشي غير اليوم حنايا، يعني في ظرف يعني بعضوية اللجنة التنفيذية للكاف خاصة بمنطقة شمال إفريقيا، وحصل يومها المترشح الجزائري 2019 على نقاط زهيدة أمام يعني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم السلماني. حنا في وقت ذاتي دينا كوب دافريك كنا كاليفي، دينا كوب دافريك وخسرنا مناصب تاع مع الرجال، كوكاين رجالة تدي كوب دافريك، بصح بعمل طحنا مع الناس. ومن بعد جا هذا المشرف وكماسا يحش من ركابي ما شفقوش، هذه هي. والذي انتهت عودته، ويذكر ان الجزائر الوحيد الذي كان في المكتب، يعني ما نعرفوا شكون هو اللي كان في المكتب، السيد الحاج محمد راهو اللي وصل يعني وخلى موراه ناس كان يخرج علينا ساتشي يكذب، يقول لك يا ودي انا يا ما خلاونا والو اللي كانوا قبلنا. انا تكذب، كان 12 رئيس هيئه، كان عندنا 60 بنادم خدام في الاتحاد الافريقي، انت اللي راسلك وقلعتهم 60 بنادم انت راسلك وقلعتهم، قلت لهم انا ما يمثلوناش، حتى الحاج محمد راو وكان خدام وقلعته، يعني وليت راسل. حتى الحاج محمد راو ميجا الانتخابات تاع الاتحاد العربي لكرة القدم قال لك ارسل لي تفويض، هو يروح يجيبه من ليبيا ولا يجيبه من الاردن، قال لك ارسل لي تفويض، ما بغيتش ترسل له انت يا زاتشي، انت زاتشي ما بغيتش ترسل له، زاتشي هو اللي خلا يعني خلا لها والديها وخلاها عيانه. وكان امور كانوا يمشوا فيها من هذي، قالوا لكم باللي احنا كوب دي موند ونروحوا، كانوا يقاروا كانوا باغيينها يروحوا الكوب دي موند وموراهم ما يخلوا والو باش يتعاود تبني روحك بعد 15 عام، هيا 15 عام نقعدوا مول الشكاره روكي البزنازي وين ما تبان شويه شكاره يجي يربط الشكاره ويروح للدوحه، يفوت 6 عامين يقول لك ما يتبقى خير نعاودوا فانيك روكي بزنازي روكي ما يجي فانيك يربط الشكاره، كيما بغاو يديروا اسم ويخلوه يدسوا اسم بصح اي كابي ما نديركمش هاك، نديركم هاك نقلكم، هذه هي. عارف باللي سلاويكم في الصغر كانوا طايحين وبغيتو تولوا رجلة، الجزائر اللي دور بها والله لا خلا، أقسم بالله لكم العلي العظيم إلا ما خلصتوهاش
وكم تولوش تدفعوا فتعاودوا تردوا في الدراهم غير باش ما يجيبوا لكمش يعني النقطه موسخكم. انا قام نعرفش انا ما انا قام نعرفش الجزائر كي دايره، هذه هي عقلوا عليها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.